يتخيل ابنه هو اللي مات، ابنه هو اللي مات، هيقعد كده في البيت؟ هذا عار. دلوقتي محمد الدرة بتاع فلسطين بيتكرر في مصر، الرصاصة بتدخل البطن تطلع من الظهر، هذا شيء غير مقبول. بيتم الانتقام من شباب الاهلي الاحرار ومشجعين الاهلي بكسر العنق. انا اسمع ان هم فتحوا سجن بورسعيد للي واخدين مؤبد بشهادات براءه، وعدوهم بالبراءه عشان يطلعوا ينفذوا الجريمه الشنعاء دي، وانا اعتقد ان هذا لا يمكن احد يفعله الا اذا كان مجرم بالاصل، مجرم بالوراثه. هذه الطريقه في القتل لا يمكن يمارسها الا انسان من عصابات المافيا. اصحوا يا جماعه، فاكرينها لسه التية، يسقط حكم المرشد، يسقط حكم المرشد، يسقط حكم المرشد، يسقط حكم المرشد.